ماما جوعان وميت من الجوع، شو بدنا ناكل؟ ايه والله يا ماما، وانا لهلأ مو فطران. شو رأيك تعملي لنا محاشي؟ لا لا يبرق. لك لا، شو يبرق ومحاشي؟ بدي ملوخية. ايه وشو مشان انه الكل عم يقرر وما حدا اخذ رأيي؟ احنا ما عنا نسوان تقرر، احنا عنا نسوان بتأمر. ايه اليوم مالي طابخة شي. وليش يا ست الحسن والجمال؟ انا لشو دافع لك اللي مقدم واللي مأخر؟ ايوه ايه، روح شوف سلفتي، كل يوم بتتغدى بمطعم وبتتعشى بمطعم، اما انا كل يوم من راس بصل لراس توم. ايه والمطلوب؟ ايه بدي اتغدى بمطعم. اخ راسي والله لا يوفقك، فلستني يمكن فلستني. ولا كلمة ها، انا ما فلستها بس رح فلسها. طيب اسمعوني هالاقتراح، شو رأيكم نروح على دمشقوس؟ وليه من هولندا على دمشق فرد مرة؟ لك لا لا يا فهمان، ما رح نسافر طالما بابا ما بده يدفع كتير، وماما جاية على بارة تروح على مطعم، ففي مطعم دمشقوس عنده كل الوجبات وبأسعار رخيصة. عم تروح على مطعم من وراي؟ أبو عبادة أنا جاهزة. الله لا يوفقك يا عبادة. انتو هون، شو بتحبوا تتسمموا؟ شو بتحبوا تاكلوا؟ يخرب بيتك، انت شو عم تعمل هون؟ برو هون الاكل كتير ديليشيس، يعني كتير طيب، وانا مشان ما اجي لهون واكل كل شوي قررت اني اشتغل هون واكل ببلاش. وانا عم اقول لحالي ابني عبادة لمين طالع ندل؟ خلونا بالمفيد هلا، نزل لي كل شيء اكل على الطاولة. اخ الله لا يوفقك يا ام عبادة، حتخربي بيتي. انا بدي معجنات. وانا بدي فروج بروستد ومسحب. وانا بدي سم الهاري اللي بدها تنتعك انت وياه. نزل لي شاورما بجاج ولحمه، اوعى تنسى المقبلاتها، بخضب عليك ليوم الدين. شبك ابو عبادة؟ ليش هيك صافين؟ ما تاكل؟ مالي جوعان، تسمموا انتو. لا بابا مو مشان تاكل، مشان تدفع الفاتورة. جرسون جرسون عطيني الحساب، ان شاء الله بتدوق اللي انا دقته. اتفضل عمو، ان شاء الله يكون عجبكم الاكل. يخرب بيتك، شو وشك بيقطع الرزق؟ ما بشوف من وراك غير المصايب. يخرب بيتك، شو هاد؟ شايف هدول الوجبات كلياتهم؟ اعمل لي مثلهم ونزل لي اياهم سفري. وشايف هدول المعجنات؟ نزل لي كل انواع المعجنات كمان لحتى اخذهم معي سفري. ام عبادة لك ان شاء الله بيقبرني انا، شو جاي على بالك اطلبي؟ ويا انت وياه شو بيحلى على بالكم؟ من المعجنات، من الوجبات، من الايس كريم، من المشروبات، اطلبوا اللي بدكم اياه. لك ان شاء الله بيسلم لي الراية. لعمه لك شبك بابا؟ شو هالكرم الزايد هاد؟ ولك انا مشانكن يا ولادي ومشانك يا مرتي مستعد اشتري لكم هاد المطعم كلياته. ولك شو جاي على بالكم اطلبوا؟ بصلاة محمد يا عمو، قديش طلعت الفاتورة؟ ولك يا حري حريشك يا ربيع، انا قديش شفت مطاعم بهولندا طيبة ورخيصة، بس مثل هالمطعم علي الطلاق ما شفت. مطعم دمشقوس موجود بهولندا بمنطقة أنشخدة، معلومات المطعم كلياتها بتلاقوها بصندوق الوصف أو بأول تعليق. تعرفوا شو عشقي بهذا المطعم؟ الآيس كريم. فتنا على أفخم مطعم، طالبنا كبة مشوية، فلوس متواجد معنا جزدان بقلبه 2100 كيلو، لابس ماركت كوتشي فيلا ماركة أصلية، شو ما بدي كله عندي، البابا بيحلف باسمي. كانت نايم مبسوط يوم الجمعة ما في دوام، نمت غفلت خفيت من قلبي غرقت جوا الأحلام، شفت الدنيا حلوة حتى سكول ما في كمان، شفت الدنيا روعة حلوة نايس وجنبي نسوان.